وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية. والحالة النهاردة عندنا 4 حالات لأربعة من ضحايا مرض التليف الكبدي، وهم الطفل عبد الرحمن رجب عنده 6 سنوات، والشاب أحمد جلال عنده 19 سنة، والشاب أحمد عاطف عنده 32 سنة، والسيد عبد الحكيم حداد عنده 45 سنة. تعالوا نشوف مأساتهم مع مرض الكبد. المولود بياكل في الكبد أو المتوت تعبان، وبعد كده الحالة بقيت تعبان على طول، وبعد كده بطني كبرت وبقيت أخد علاج مبقاش أعمل مفعول شوية، وبعد كده ما عادش بيعمل مفعول خالص، والدكاترة قرروا يعني نعمل عملية سرع الكبد. وحياة اتصلت بيكو في البرنامج، كنت بنسمع البرنامج، جيت بقى هنا عملوا معايا اللازم، اتحجزت في المستشفى وعملت تحاليل وعملت عملية الدعامة، بس هي ما نفعتش معايا. وبعدين الدكاترة هو تاني يوم ينسرق اللي هيتبرع لي أخويا توامي، والمبلغ المطلوب هنجيب 100,000 من الوزارة، والمبلغ المطلوب 150,000، بس اني بزي زي شاب وخلاص طبيعي الحمد لله. انا ولدت عبد الرحمن وعمره 6 سنين، بنجري من عمره 2 سنين، رحت عملت له دواير وحاجنه وعملت له يعني حاجات كتير في الشطب وجبين الكوم، ما خليتش حتى لما رحتها، وناس ياما يعني وقفوا معايا يعني، بس كل وقفنا على العمليه برضه، لان كان عندي طفل تاني برضه نفس الحالة، كان عمره 12 سنة وجريت بيه برضه من عمره نفس الحالة، بس برضه وقفت على العملية ما لقيتش برضه اللي اتبرع له ما لقيت كده، بس دي عايزة أعمله لأنه ما حلتش غيره، والله ما حلت غيره إلا هو، ملوش إلا هو، هو تعبان ما بقدرش يقوم السرير حتى. العملية عايزة ياما، مش مبالغ يعني، لسه عايزة ياما تكملة جامدة، وعايزة فلوس ياما مش سهل، بحسبها سهلة ما لقيتش، واحنا ظروفنا على قدنا برضه يعني مستورة الحمد لله، بس ما نقدروش على العملية يعني. هقول لك ايه، بس انا اللي بجري من زورها يعني، اما قالوا لي انتم وكده قلت في امل، وانا اللي هتبرع له بقى، لو انت مش هتاخر يعني، مش هتاخر يعني، لو انت دفعت له مش هتاخر جديد، حتى هو يعيش، بس انا طبخت. بس عندي حوالي 30 سنة، كنت من حوالي 4 سنين أو 5 سنين بدأ يحصل عندي خسسان في جسمي، فتوجهت يعني دكتور بره في أحد العيادات، هو اللي قال لي على موضوع زراعة الكبد، لأن كانت الحالة وصلت إلى أن أنا يعني وصلت أن الكبد مش شغال ولازم يحصل عملية زرع. أنا حاليا دلوقتي لا أحتكم على أي مبالغ بسبب ارتفاع أسعار الدواء، دي حاجة. الحاجة التانية أن أنا العملية نفسها مكلفة، وأنا دخلي بسيط جدا، مفيش أي حاجة تانية كمصدر خارجي لي، فأنا يعني أتمنى أن ربنا يسهل لي ويعني أعود أبقى إنسان سليم وأرجع من جديد أمارس حياتي الطبيعية، ونفسي أستقر وأبقى إنسان طبيعي. سني 46 سنة من أسيوط، عرض المرض جاتني من 3 سنين، اكتشفتها بالصدفة، ورحت عملت تحليل وقالوا لي أنزيمات الكبد عالية عندك، وأنا ما عنديش فكرة أنزيمات الكبد يعني إيه، ورحت لمعهد الكبد قالوا لي انت عندك نسبة تليف وفيروس بتاع سين. طيب ايه العمل؟ قال لك انت هيديلك حقن انترفيرون. قلت له ماشي. قعدت مع الكبدي 4-5 اشهر الف ورا الابر وبتاع، حالتي اتدهورت خالص. رحت لواحد لدكتور اكشف عنده، قال لي انت لازم تعمل عملية زرع. بعد كده رحت اتصلت استاذ بالبرنامج، واحد من الناس وجهوني مستشفى عين شمس تخصص عند الأستاذ الدكتور محمود المتيني، ودخلت اهو عايز اعمل العملية، لسه اعمل العملية طبعا، هذه امنياتي كلها اني اعمل العملية.
ابتدى يبقى فيه تعاون ما بين برنامج واحد من الناس ومع الأستاذ الدكتور محمود المتيني اللي هو مدير وحدة زراعة الأعضاء في طبعا شمس، إن البرنامج يتحمل جزء من العملية والجزء الباقي بيجيب بيه قرار عليه من نفقة الدولة وجمعية أصدقاء مرضى الكبد. الجزء تقريبا اللي هتحمله البرنامج بيبقى حوالي 152,000 جنيه لكل مريض، والباقي بيبقى حوالي 100,000 جنيه بيجيبوا من الجهتين دول. لغاية دلوقتي في 4 مرضى جم عن طريق البرنامج، والحقيقة الأربعة محتاجين زرع كبد في أقرب فرصة، والأربعة متوفر ليهم المتبرع، يتبقى بس التكلفة المادية للعملية، هي دي بس اللي هم محتاجينها. زي ما شفنا الحالات حالات صعبة، وكلهم تم تحويلهم من خلال برنامج واحد من الناس لمستشفى عين شمس التخصصي وإجراء جميع الفحوصات ليهم ولأقاربهم من المتبرعين، والدولة قررت لكل واحد منهم 100,000 جنيه مساهمة في تكاليف العملية، وباقي لكل واحد منهم 150,000 جنيه، يعني الأربعة محتاجين 600,000 جنيه لإنقاذ حياتهم. واللي عاوز يتبرع في رقم التبرع لحالات زراعة الكبد في حساب مؤسسة واحد من الناس اللي هو 3536 على 2، وأسماء البنوك موجودة اللي بتاخد الحسابات. ياريت نقدر نساعدهم ونخفف ألمهم.